السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة مجلة ريجيم. وصفتنا هي كيفية تحضير الخضار سوتي لمرافقة اللحوم أو الأسماك. كل ما نحتاجه بازلاء، فاصوليا خضراء، جزر مقطع شرائح. نطبخهم على البخار جيدا، بعدها نحضر مقلاة كبيرة حسب كمية الخضار، ونضع فيها كمية معتبرة من الزبدة مع كمية أيضا معتبرة من الثوم، ملح، فلفل أسود. نتركها على النار حتى يحمر قليلا الثوم، وبعدها نضيف الخضار على نار قوية مع التحريك. هذه المقبلة تقدم دافئة لأن فيها الزبدة فلا تستطيع أكلها باردة. ترافق عادة اللحوم المشاوي بصفة عامة. يمكن إضافة عصرة ليمون قبل التقديم لتقليل الدهنيات. دمتم في أمان الله، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الجرس ليصلكم الجديد. سلام.